كثيرة تدور حولين من هو يسوع المسيح. هو نبي ورسول، ولا هو أكثر من هذا؟ هو ملاك ظهر واختفى، ولا هو أكثر من ذلك؟ في مرة سابقة قلنا أن المسيح لقب بلقبين مهمين جدا، أنه كلمة الله وأنه ابن الله. وشرحنا أن الكلمة لازم يكون أزلي، أزلية الله، وبعدين تجسد، أو ابن الله بمعنى معادلا لله، مساويا لله. ودي التهمة اللي اتهم بيها، عشان كده من أجله قالوا ده جدف، فحكموا عليه بالإعدام بدل شنقا لكن صلبا في ذلك الوقت، لكن كانت لأن دي كانت آلة الإعدام في ذلك الوقت. طب يجي السؤال ده، يعني إيه؟ يعني إيه كلمة الله؟ يعني إيه الألوهية صار جسدا؟ يعني إيه ابن الله؟ هو المسيح شرحها وقال أنا ابن الإنسان. إيه اللخبطة دي بقى؟ أنت ابن الله ولا ابن الإنسان؟ دي فكرة التجسد، الكلمة صار جسدا. بيقولها الكتاب بطريقة تانية، بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. السؤال المهم هنا، يعني إيه؟ يعني إيه ابن الإنسان؟ نفس الفكرة بتاعت ابن الله. ابن الإنسان معناه إنسان، معناه الجسد اللي لبسه المسيح دوت، اللي الكلمة تجسد بيه، إنسان حقيقي، لحم ودم حقيقي حقيقي، من أول زيجوت اللي هي البويضة الملقحة في رحم امرأة إلى طفل كامل إلى رجل كامل. ابن الإنسان معناه إنسان، إنسان يجوع ويعطش ويخش الحمام ويستحمى ويعمل تواليت وكل حاجة. ابن إنسان، مفيش إنسان بس مش إنسان. فالتجسد هو الألوهية تجسدت، الله ظهر في جسد حقيقي. ناس كده يقولك إزاي جاع، إزاي عطش، إزاي تعب، إزاي دخل التواليت. اللي بيخش التواليت ده الإنسان، ابن الإنسان. الله ما بيروحش التواليت، الله ما بيجوعش، الله ما بيعطش، لكن الإنسان ده لازم يبقى إنسان بمعنى بكل تفاصيل الإنسانية، ومجرب في كل شيء مثلنا زي ما بيقول الكتاب. ده التجسد، التجسد معناه ابن الإنسان، وده اللي قاله المسيح عن نفسه، أنا ابن إنسان بكل معاني الكلمة.